السلام عليكم وإلى العناوين. تل أبيب تقترح على واشنطن نقل أراض في منطقة المثلث المحتلة عام 48 إلى الفلسطينيين مقابل إبقاء كتل استيطانية في الضفة الغربية تحت سيطرتها. الجيش اللبناني يعتقل أمير كتائب عبد الله عزام المرتبطة بالقاعدة ماجد الماجد المطلوب سعوديا وأمريكيا. المالكي يتمسك بملاحقة القاعدة ويدعو عشائر الأنبار إلى المساعدة ورفع حظر التجوال عن أقضية الأنبار. الاحتفالات بالعام الجديد عمت العالم الغربي وتراجعت في العالم العربي، ودبي تحطم الرقم القياسي بأضخم استعراض للألعاب النارية. كل عام وأنتم بألف خير وأهلا بكم إلى الظهيرة. بالتزامن مع إعلان وصول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة في جولة جديدة حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ألقت تل أبيب بمشروع جديد. قالت صحيفة معرفة الإسرائيلية أنه عبارة عن اقتراح وجه إلى واشنطن ويقضي بنقل بعض أراضي عام 48 في منطقة المثلث إلى فلسطيني الضفة الغربية تعويضا عن إبقاء كتل استيطانية في الضفة. قد سارع النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي أحمد الطيبي إلى رفض مشروع الاقتراح، وأكد للميادين أنه لا مجال لمقايضة أصحاب الأرض بالسارق. مصادر إسرائيلية قالت إن جهات قضائية إسرائيلية تدرس الجوانب القانونية لتلك الخطوة. الكشف عن هذا الاقتراح يأتي عشية زيارة جديدة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم إلى فلسطين المحتلة لبحث مفاوضات الحل النهائي. وفيما أعلن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن كيري سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أشار مراسل الميادين إلى إدخال نتنياهو إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية أظهرت وجود ورم في الكولون، وأنه جرى تعيين وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان رئيسا مؤقتا للحكومة. مصادر خاصة للميادين شددت على أن واشنطن تضغط على السلطة الفلسطينية لتمديد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 9 أشهر. المصادر أكدت أن السلطة لن تقبل التفاوض إلا بعد الإفراج عن آلاف الأسرى وعلى رأسهم القيادي مروان البرغوثي. ناصر اللحام والتفاصيل. اطلعنا وقهرنا السجاد. مع الإفراج عن الدفعة الثالثة وانتظار الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، تتوتر الأجواء وتصل الاستفزازات الإسرائيلية إلى ذروتها مع إعلان لجنة في حكومتها ضم غور الأردن. الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يتأخر في الرد، معلنا أنه لن يكون هناك اتفاق نهائي إلا وجميع الأسرى في بيوتهم. أما غور الأردن فهو من الخطوط الحمر. لن يكون هناك اتفاق نهائي إلا والأسرى كلهم في بيوتهم. مصادر غير رسمية قالت للميادين إن الإدارة الأمريكية تضغط بكل قوتها على القيادة الفلسطينية لتمديد فترة المفاوضات 9 أشهر أخرى، وللموافقة على وثيقة إعلان مبادئ أخرى تشبه اتفاقية أوسلو المنتهية صلاحيتها تحت اسم اتفاق إطار، فيما تسري وسط القادة الفلسطينيين خشية من خدعة إسرائيلية جديدة على غرار ما جرى طوال 20 عاما خلت لم تحقق خلالها المفاوضات أي تقدم باتجاه ملفات الحل النهائي. المفاوضات لم تستنفذ مداها الزمني، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث بمثل هذه التكهنات. الخبر لا أساس له من الصحة ومبني على توقعات. المصادر سربت للميادين أن القيادة الفلسطينية قد تفكر في أمر التمديد 10 أشهر إذا حصلت على ضمانات قاطعة من الإدارة الأمريكية بالإفراج عن آلاف الأسرى، بينهم أعضاء البرلمان مثل مروان البرغوثي المرشح الأقوى للرئاسة، ورموز وطنيون مثل أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، والأسرى المرضى مثل جمال الشوبكي المتهم بالمسؤولية عن سفينة كارين إيه، وأسرى المؤبدات وغيرهم.
يعيش الفلسطينيون في الأرض المحتلة داخل سجنهم الكبير، لكنهم يصرون على إطلاق سراح أسراهم من الزنازين الصغيرة إن أجلا أو عاجلا، حتى بات الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى قبل أي اتفاق سياسي في المستقبل القريب. ناصر اللحام من أمام منزل أحد الأسرى القدامى المحررين في الدفعة الثالثة الميادين. ومن رام الله ينضم إلينا المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني الدكتور مجدي الخالدي. أهلا بك سيدي الكريم. بعد أيام من إعلان وزراء إسرائيليون ضم غور الأردن، تأتي هذه التصريحات، الاقتراح الإسرائيلي بالتبادل الديموغرافي. ما الذي يجري فعلا، وهل لديك تفسير لهذه التصريحات الإسرائيلية؟ تفضل. بداية، جميع هذه التصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا. ثانيا، انه ما يدور حاليا هي بالونات اختبار تطلق هنا وهناك، وجميعها مرفوضه من المجتمع الدولي والقانون الدولي ومن الجانب الفلسطيني. بالنسبه لما يتردد حاليا من تصريحات، جميعها غير منسوبه لجهات رسميه، وبالتالي لا يتم التعامل معها من الجانب الفلسطيني بالمقابل. وكما يعلم الجميع أن السيد كيري سيقوم بزيارة حاليا إلى المنطقة، وبالتالي تهدف جميع هذه التصريحات إلى تعطيل أو نسف الجهود الأمريكية، وطبعا لا ننجر نحن إلى مثل هذه الأمور. نعم، لن السلطة الفلسطينية لن تتعاطى مع هذا الأمر، يعني بالتالي ما هو موقفكم بالسلطة في ظل أن هؤلاء يحملون الجنسية الفلسطينية، عفوا الإسرائيلية، وهم يقررون؟ هذا الموضوع يعني غير مطروح أصلا للنقاش، لذلك المجال النقاش الفلسطيني الإسرائيلي هو حول الدولتين على حدود 67، والقدس الشرقية عاصمة لها، وإنهاء مشكلة اللاجئين وما إلى ذلك من مواضيع مطروحة. كان الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة في 29 من نوفمبر العام 2012 لطلب قيام دولة فلسطينية واعتراف العالم فيها، وقد تم ذلك بغالبية معظم الدول العالم، وبالتالي هذا هو مجال البحث. نعم، يوجد مجال آخر. يعني أنتم في النهاية، لنكون بأكثر وضوح، في السلطة الفلسطينية ترفضون هذا الاقتراح جملة وتفصيلة؟ بالتأكيد. طيب، هذه التصريحات الإسرائيلية تتزامن مع وصول جون كيري اليوم إلى تل أبيب، هل هذا يدل على أن هناك خلافا إسرائيليا أمريكيا، أم أن الإسرائيليين والأمريكيين متفقون ضدكم وعليكم؟ باختصار لو سمحت. يعني هذا كلام أيضا يأتي السيد كيري وسنسمع منه، وسيد كيري حتى الآن كان يعني صادقا في كل ما قام به من جهود. نعم. والاتفاق بيننا وبين الأمريكان أن على مسائل محددة، وبالتالي العلاقة الإسرائيلية الأمريكية هي علاقة كبيرة وعلاقة تحالف، ونحن لا نعرف كثير عن المسائل التي تتعلق بينهم، ولكن فيما يتعلق بالعملية السلمية والجانب الفلسطيني والأمريكي فهناك اتفاقات محددة. نعم، نعمل في إطارها. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، كنت معنا من رام الله. في فلسطين المحتلة أيضا تعتزم بلدية القدس المحتلة بناء مدرسة دينية على أراضي الشيخ جراح الفلسطينية بحسب ما كشفته صحيفة هارتس. الصحيفة لفتت إلى أن مخطط البناء سيواجه بمعارضة من الولايات المتحدة ودول أخرى ترفض البناء الاستيطاني خارج الخط الأخضر، إضافة إلى سكان الحي العرب. وإلى لبنان، مع تطور أمني بارز، حيث اعتقلت استخبارات الجيش اللبناني أميرة كتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة.
عملية الاعتقال جرت قرب بيروت في منطقة قريبة من وزارة الدفاع اللبنانية بحسب وسائل إعلام لبنانية. في وقت لاحق نفى وزير الدفاع اللبناني فايز غصن أن يكون قد أدلى بتصريح ينفي أو يؤكد نبأ اعتقال الماجد. وفي أول تعليق على اعتقال الماجد شكر البرلمان الإيراني الحكومة اللبنانية في رسالة رسمية على اعتقالها ماجد الماجد زعيم كتائب عبد الله عزام الذي يعد من أبرز المطلوبين في السعودية وهو مطلوب بتهمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. علما أن وكالة رويترز نقلت عن مصدرين في مجلس الأمن القومي الأمريكي تأكيدهما إلقاء القبض على الماجد. ماجد الماجد أمير كتائب عبد الله عزام في بلاد الشام منذ عام 2000 من أبرز المطلوبين في السعودية بتهمة الانتماء إلى القاعدة ومطلوب في أمريكا بتهمة الإرهاب، لكن واشنطن لم تضمه رسميا إلى قائمة الإرهاب العالمي حتى الآن. في 19 من كانون الأول ديسمبر الماضي أعلنت كتائب عبد الله عزام عبر شريط مصور أن أميرها هو السعودي ماجد بن محمد الماجد المطلوب أمنيا في قائمة سعودية تضم 85 مطلوبا. المعلومات تقاطعت عند مكوثه عدة سنوات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، ومن هناك أعلن ولائه لزعيم جبهة النصرة ودعا إلى الجهاد في سوريا. كان محل رصد ومتابعة وملاحقة من قبل القضاء اللبناني لكونه مطلوبا في قضايا إرهابية عدة في لبنان وخارجه، آخرها الاعتداء على حاجزي الجيش اللبناني في الهلالي والأول في منطقة صيدا جنوب لبنان الشهر الماضي. كتائب عبد الله عزام تأسست عام 2004 كذراع للقاعدة في العراق والمشرق والشرق الأوسط، وظهرت إلى العلن بتبنيها ثلاثة تفجيرات في منتجع طابة وشاطئ نويبع وشرم الشيخ في مصر، إضافة إلى تبنيها إطلاق صواريخ كاتيوشا من الجنوب باتجاه شمال فلسطين المحتلة، فضلا عن تبني عملية تفجير السفارة الإيرانية في لبنان في شهر تشرين الثاني الماضي وقصف البقاع اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت بالصواريخ. ومن مدينة النبطية في جنوب لبنان ينضم إلينا الخبير العسكري السيد العميد المتقاعد محمد عباس، أهلا بك. بداية سيادة العميد، ما هي أبعاد وخلفيات اعتقال ماجد الماجد في هذا الإنجاز الكبير للجيش اللبناني؟ طبعا إذا صحت الأنباء وهي وأنا أعتقد أنها صحيحة عن اعتقال الإرهابي ماجد الماجد، يكون هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير للأجهزة الأمنية اللبنانية وتحديدا جهاز المخابرات في الجيش، خاصة أن هذا الإرهابي ومنظمته مسؤولون عن العديد من الاعتداءات في أكثر من دولة عربية وخاصة وغير عربية وخاصة في مصر كما ذكر تقريركم منذ قليل، وآخرها الاعتداءات في لبنان التي طالت السفارة الإيرانية والضاحية والقصف الذي طاول الضاحية، وأخيرا الاعتداءين على الجيش في حاجز الأول على حاجزي الجيش في الأول ومجدليون. طبعا أن المستغرب أن هذا التنظيم الذي يعتبر فرعا من فروع القاعدة في بلاد الشام لم يتم وضعه على لائحة الإرهاب. أنتم ذكرتم في التقرير أنه لم يتم وضعه حتى الآن على لائحة الإرهاب، هو وضع على لائحة الإرهاب في منتصف العام 2012 على لائحة الإرهاب الأمريكية أسوة بجبهة النصرة. نعم، هذا الأمر يؤشر على أن هذا التنظيم كان يحظى بدعم بعض الأطراف الإقليمية والخليجية بغض النظر عن مذكرات إلقاء القبض عليه في هذه الدولة أو تلك. لو لم يكن يحظى بهذا الدعم ولم يكن يعني يتم المراهنة على دور له على دور ما له في الشام كجبهة النصرة، يعني كقريبته جبهة النصرة، لكان وضع على لائحة الإرهاب منذ فترة طويلة، خاصة أن الاعتداءات لهذا التنظيم على أهداف مدنية في مصر، كل الأهداف التي طالها في مصر في أكثر من 4 أماكن وفي أوقات مختلفة كانت أهداف مدنية. يعني هذا الأمر يؤكد ليس فقط يؤشر أن الولايات المتحدة لم تضعه على الإرهاب لأنه كان يحظى بدعم بعض الأجهزة الأمنية في بعض الدول العربية. طيب
نعم، اسمح لي لنكسب الوقت أكثر معك سيادة العميد. شخصية بهذا الحجم، شخصية ماجد الماجد، يقال أنها كانت تتواجد في إحدى المخيمات بعد أن خرجت من مستشفى المقاصد. طيب، لا شك أن هناك من بيئة ما، سكان ما، أناس ما احتضنوا هذا الرجل. إذا كان في إحدى المخيمات، كيف سيتم التعاطي مع هؤلاء الناس في ظل هناك محاذير أمنية وسياسية على الجيش كي يدخل وعلى الدولة أن تدخل إلى هذه الأماكن؟ مع هذا كنت حأشير له أنا. أولا النقطة المهمة أنه هؤلاء يجدون في المخيمات بيئة حاضنة بغض النظر عما يقال أو عن رغبة أهالي المخيمات، ولكن أنا أعتقد أن سطوة هؤلاء في المخيمات قد أصبحت قوية، يعني لم يعد باستطاعة الكفاح المسلح أو حركة فتح السيطرة عليهم، لأن هؤلاء منذ البدء يحظون برعاية تنظيمات إسلامية أكبر تصنف نفسها على أنها معتدلة، ولكن هذه التنظيمات لم تكن لتتواجد في مخيم عين الحلوة أو في باقي المخيمات، وهذا الأمر معروف. يعني لو لم تكن هذه التنظيمات تحظى برعاية من هذه من تنظيمات إسلامية أكبر يشكل يعني توازن مع قوة فتح في المخيمات، ولو كان الأمر منوطا فقط بفتح وجهازها الأمني اللي هو الكفاح المسلح لكان تم القضاء على هؤلاء، ولكن هؤلاء يتم رعايتهم واحتضانهم ليس فقط من أطراف إقليمية وإنما أيضا من جهات إسلامية فلسطينية. بكل أسف هؤلاء موجودون في المخيمات، و موضوع الإعلان عن تفجير السفارة الإيرانية وعن الاعتداءات على حواجز الجيش، والذي أعلن التنظيم أنه مسؤول عنهم، كل العالم تعلم أنه منذ العام 2004 هذا التنظيم يتواجد في مخيم عين الحلوة وغيره، يعني حتى جماعة الأسير الذين فروا من عبرة فروا إلى مخيم عين الحلوة. ما زال جماعة الأسير في مخيم عين الحلوة؟ نعم طيب، يعني في مخيم عين الحلوي او سواه، يعني هو معظمهم في مخيم عين الحلوي. طيب، مهم هذا الكلام سيادة العميد، كيف ستنعكس هذه العمليه، عمليه الاعتقال ماجد الماجد، على التنظيم نفسه وايضا على الداخل اللبناني؟ يعني لا يجرؤ احد من السياسيين في لبنان على تغطيه هؤلاء، طبعا هؤلاء يحظون برعايه فئات قليله من المتطرفين الاسلاميين سواء في المخيمات أو في طرابلس، ولكن القوى السياسية التي تلتقي مع هؤلاء في أهدافها باستهداف المقاومة في لبنان، هذه القوى السياسية لا أعتقد أنها تجرؤ على التشكيك في دور الجيش وفي دور الأجهزة الأمنية كما حصل عند القضاء على ظاهرة أحمد الأسير أو بعد الحادثين اللذين جريا في صيدا، حيث سمعنا بعض الأصوات النشاز التي تطالب تقول أن هي مع الجيش ولكن تريد تحقيق شفاف، دائما كلمة التحقيق الشفاف ترمز ما ترمز إليه أنها يعني لا يؤيدون الجيش بصورة مطلقة في إجراءاته. طبعا أنا أعتقد في هذه الحالة خاصة في حالة ماجد الماجد لا يمكن لهذه القوى السياسية أن تغطي أو أن تتجرأ على تغطية هذا الإرهابي، ولكن أنا ما أعتقده ما أخشى منه أن يتم تسليمه تحت دعوى أنه مطلوب في السعودية، أن يتم تسليمه كما جرى تسليم مجموعة 13، أن تحصل ضغوطات سياسية لتسليم هذا الإرهابي كي لا يتم يعني الوصول إلى النهايات فيما يتعلق بمن يدعم هذا التنظيم إقليميا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي العميد المتقاعد محمد عباس، خبير عسكري واستراتيجي، كنت معنا من النبطية جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. وفي العراق، وبعد ساعات على رفع السلطات الأمنية حظر التجوال عن أقضية الأنبار، هاجم انتحاري بسيارات مفخخة حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة الرطبة في الأنبار، ما أدى إلى قتلى وجرحى. وكانت الاشتباكات في منطقة الكرمة شرق الفلوجة تجددت، وأفيد بمقتل ولي التنظيم تنظيم داعش. وعلم مراسلنا أن مسلحين ينتشرون في معظم شوارع الفلوجة، فيما أكدت مصادر عسكرية مقتل 20 مسلحا. وفي الرمادي، جرت اشتباكات قطع بين الجيش العراقي ومسلحين حاولوا اقتحام مركز للشرطة في شارع 17 بالمدينة.
رئيس الوزراء نوري المالكي قال اليوم إن وجود الجيش العراقي في الأنبار هو لإنقاذ أهلها من داعش والجماعات الإرهابية. وكان المالكي قد دعا في بيان أمس الجيش إلى الانسحاب من المدن وإلى تسليمها للشرطة. دعوة الجيش تزامنت مع دعوة أخرى وجهها المالكي إلى السياسيين لاتخاذ مواقف حكيمة وللابتعاد عن أي موقف يمكن أن يصنف لمصلحة القاعدة والإرهاب والطائفيين وإلغاء فكرة الانسحابات من الحكومة والبرلمان. وطالب المالكي الوزارات كافة بتوفير الخدمات المطلوبة وبفتح الحدود الدولية على مدار الساعة والتواصل مع دول الجوار والاستماع الجاد إلى مطالب أهل الأنبار المشروعة. ومن بغداد ينضم إلينا مراسلنا عبد الله بدران. عبد الله، في ظل لقاء وزير الدفاع العراقي بالمعتقل النائب العلواني، في ظل يعني إسقاط إن صح التعبير حظر التجوال عن الأنبار، ما زال هناك بعض من المسلحين ينتشرون في الشوارع ويسيطرون على بعض المراكز، كيف نفهم حقيقة الأمر؟ ما هي المعلومات لديك؟ نعم سلمى، ربما كان بنية بغداد الانتقال إلى الخطوة الثانية من الاتفاق الذي جرى بين محافظة الأنبار والمعتقلين، وهو البدء ببحث ملف النائب المعتقل أحمد العلواني ونقل ملف العلواني إلى القضاء أو التفاهم أو نقل ملف إلى قضاء محافظة الأنبار كما طالبت المتحدون. لكن التطورات الميدانية على الأرض ربما ستعرقل الكثير من التفاهمات. الآن تجري اشتباكات في قضاء الفلوجة بعد الاشتباكات التي حصلت أمس في الكرمة شرق الفلوجة. اليوم تمكن المسلحون من السيطرة على مركز شرطة الجولان وكذلك الدخول والسيطرة على مديرية شرطة الفلوجة. تم إحراق عدد من الآليات التابعة للشرطة المحلية. محافظ الأنبار أعلن رسميا أن الجيش العراقي وبعد انسحابه بناء على أوامر رئيس الوزراء العراقي الجماعات المسلحة بمهاجمة المراكز الأمنية والحواجز العسكرية، وربما قد تكون هناك دعوة تود رئيس مراجعة الموقف الذي أطلقه أخيرا بتحرير قطعات الجيش العراقي من المدن والأقضية بالفلوجة بعد التوترات الأمنية التي حصلت عقب الانسحاب. نعم، عبد الله بدران مراسل الميادين كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. سياسيا، دعا نواب من التحالف الوطني العراقي أعضاء قائمة متحدون إلى التراجع عن استقالاتهم التي تقدموا بها إلى رئيس المجلس النيابي أسامة النجيفي، وشددوا على ضرورة التعقل فيما ربط النجيفي الذي يترأس القائمة موضوع الاستقالات بالتوصل إلى حل لأزمة محافظة الأنبار. بيان قائمة متحدون للإصلاح. مرة أخرى يتأكد مدى ارتباط الوضع الأمني بالسياسة في العراق، لكن التهديد ليس جديدا في عراق ما بعد 2003، فلطالما قدم معارض الحكومة استقالاتهم وتركوا الباب مواربا للعودة، فتنطلق الاتصالات مع زعيم التيار الصدري ونائب الرئيس العراقي وآخرين لحلحلة المشاكل. لابد للكتل الأخرى مثل التحالف الكردستاني ودولة وكتلة المواطن أن تلعب دور لتخفيف الأزمة. من الضروري للحكومة العراقية اليوم التوصل إلى توافق سياسي مع القائمة العراقية باعتبارها قائمة أساسية. نصاب البرلمان لن يتأثر يقول الائتلاف الحاكم، وفترة أشهر قليلة تسبق الانتخابات النيابية وتمرير قوانين رئيسية تفرض على المهددين بالاستقالة الحضور لتمرير القوانين وفصل أزمة الأنبار بتعقيدات ملفها عن الخلافات السياسية، وإن رأى آخرون أن التهديد دعائي. هذا انسحاب تكتيكي حصل أكثر من مرة، لا سيما نحن الآن في موسم انتكابي وكل الأطراف تحتاج مكوناتها أو تحتاج حواضنها لغرض أن يثبتوا أمامهم أنهم يعني أصحاب مواقف. ينبغي أن تكون كل الجماهير العراقية خلف القوات الأمنية لكي نقف صفا واحدا في مواجهة إرهاب خطير لا يميز بين هذا وذاك. اليوم يقتل السني كما يقتل الشيعي. عمليات صحراء الأنبار لا تزال على وقعها، وبغداد تصر على إتمامها، وهي لن تتوقف حتى عودة الهدوء إلى المحافظة كما قال رئيس الوزراء نور المالكي. وساطات جانبية وحوارات جانبية أيضا بحسب المراقبين هما الحل الأمثل للأزمة، وعدم خلطهما مع أوراق الخلاف السياسي سيسهم كثيرا في تهدئة الجو العام
قبيل الاستحقاق النيابي. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. سوريا دخلت العام الجديد على وقع استمرار الاشتباكات، ولا سيما في حلب، حيث افاد مراسل الميادين هناك بوقوع اشتباكات عنيفه بين الجيش السوري ومسلحي المعارضه غرب قريه عزيزه جنوبي المدينه. وفي ريف القصير في حمص، احبط الجيش السوري محاوله لتسلل مسلحين باتجاه بلده جوسي. وفي دمشق، افادت مراسله الميادين بان 18 مسلحا سلموا انفسهم للجيش السوري في اطار تنفيذ اتفاق المعظميه. ونبقى في سوريا التي وصفها الاتحاد الدولي للصحفيين بأنها الأخطر على الصحفيين خلال العام الماضي. الاتحاد تحدث عن مقتل 15 صحفيا العام الماضي، فيما يضيف اتحاد الصحفيين السوريين إلى تلك القائمة إصابات وخطف الصحفيين واعتداءات على المؤسسات الإعلامية. الصحفيون من جديد ضحية للحرب الدائرة في سوريا. الاتحاد الدولي للصحفيين أحصى 15 صحفيا قتلوا فيها على مدى العام الفائت، حصيلة وضعت سوريا في خانة البلد الأخطر على الصحفيين وعملهم بجدارة. بكل بساطة ممكن تكون مستهدف من الجهتين، يعني أنت بأي تقرير بدك تعمله بدك تعد للألف لحتى تطلع منها سليم. في مناطق ما فيك تفوت عليها بالمرة، يعني عملية الخطف واردة 90% ل100%. رواية يوافق اتحاد الصحفيين على جزء كبير منها مع رفضه مساواة الجهتين بالمسؤولية عن استهداف الصحفيين. القوائم لدى الاتحاد تضم العشرات بين قتلى ومصابين ومختطفين، وبالطبع لا تشمل ناشطين إعلاميين في مناطق سيطرة المعارضة. الصحفيون الذين كانوا ينقلون الحقيقة بكل موضوعية وبكل أمانة وبكل صدق هم المستهدفون في هذه الحرب، لكن كل صحفي أو كل إعلامي كان يجاريهم في مخططهم في مشاريعهم كان هو بمنأى عن عمليات القنص، بمنأى عن عمليات القتل، وكان هو أيضا يحظى برعاية هؤلاء الإرهابيين. واقع بالغ الخطورة دفع خلاله الصحفيون ثمنا باهظا من أرواحهم وحريتهم، إن كانوا يعملون لصالح النظام أو مع المعارضة. هناك حصانة للصحافة للأسف الشديد لم تطبق في سوريا، لا من قبل النظام ولا من قبل المجموعات إن كانت المسلحة أو حتى في المناطق التي لا تسيطر عليها الدولة. استهداف الصحفيين السوريين يتسع ليشمل اعتداءات مجموعات المعارضة المسلحة على الناشطين الإعلاميين في ريف البلاد الشمالي، وحتى اختطاف الناشطة رزان زيتونة وزملائها في دوما في غوطة دمشق. لا يحتاج الصحفيون السوريون لمن يذكرهم بخطورة ما يواجهونه على امتداد الجغرافيا السورية. الخطر بات واضحا ويهدد حياتهم وليس حرياتهم فقط. محمد الخضر، دمشق، الميادين. ومن سوريا إلى إيران، حيث أطلق شباب إيرانيون حملة شعبية لجمع التبرعات للاجئين السوريين. الحملة تنوي في مرحلتها الأولى تزويد اللاجئين الأغطية والملابس، وفي المرحلة الثانية إرسال أطباء إيرانيين إلى المخيمات. من هذا المقر المتواضع وبعددهم القليل، أطلق شباب إيرانيون من خلال جمعية أهلية أسسوها باسم المركز الدولي لغد أفضل حملة شعبية بعنوان دعم ضحايا الإرهاب والصقيع في سوريا. لا تهدأ هواتفهم، يتواصلون مع أصدقائهم ويحاولون رسم صورة واقع مأساوي يعيشه المهجرون السوريون. سنوفر من خلال هذه المساعدات تغطية وملابس للاجئين السوريين في لبنان كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية سنرسل عددا من الأطباء إلى مخيمات اللاجئين السوريين. لا يعنيهم حجم الأموال التي يجمعونها كثيرا، فهم يصرون على بركتها. حدودهم ليست محدودة بالمحافظات الإيرانية فقط. إعدادهم لتقرير حقوقي عن الأوضاع في سوريا دفعهم للتواصل مع ناشطين شباب في دول أخرى أيضا. نعد تقريرا حقوقيا وقانونيا عن حقوق الإنسان في سوريا للاستفادة منه في المؤسسات الدولية ولتوعية الرأي العام. سنعمل على أن يكون مدعما بالوثائق من خلال التواصل مع ناشطين شباب في عدة دول ولا سيما تركيا. يقصدون أماكن التجمعات الشعبية في الأيام الوطنية الإيرانية أو الدينية، ينصبون لوحاتهم ويجمعون التبرعات. رافقناهم في أحد هذه التجمعات،
إيرانيون من مختلف الأعمار يقبلون على التبرع. علينا جميعا أن نشارك في دعم إخوتنا السوريين، أنا أدعو لهم دائما في صلاتي. نحن نقف مع أي متضرر في العالم، والسوريون أشقاؤنا. صور الأطفال السوريين في صقيع مخيمات اللجوء تحرك مشاعر كبيرهم وصغيرهم. نحن ندعمهم لأنهم إخوتنا، حتى لو كانت حكومتنا تدعمهم فعلينا أن نقف معهم. لقد واجهوا أبشع أنواع الإرهاب العالمي. هم في عمري ويحق لهم أن يعيشوا، يجب أن أساعدهم. لا يكتفون بالوقوف منتظرين التبرعات، بل يحملون الصناديق ويدخلون بين الناس لترى بحق رغبة شعبية في الوقوف إلى جانب سوريا. بعيدا عن السياسة، هنا من الشارع حيث لا صوت يعلو على صوت الناس، رسالة من الشعب الإيراني إلى الشعب السوري في محنته. حازم كلاس، طهران، الميادين. في محافظة الضالع جنوب اليمن انتهت المهلة التي حددتها القبائل للواء 33 لمغادرة المحافظة بعد قصفه عن طريق الخطأ مجلس عزاء، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين. مراسلنا في اليمن أفاد بأن شوارع مديرية الضالع خلت من المارة، وأن مسلحين قبليين فرضوا حصارا على جميع الطرق المؤدية إلى مقر اللواء. الجيش اليمني رفع مستوى جاهزيته ونشر عددا كبيرا من الدبابات تحسبا لاندلاع معركة مع مسلحي القبائل. في مصر، حيث أعلن اتحاد شباب ماسبيرو مقتل شاب قبطي أمام كنيسة مارجرس في عين شمس من جراء اشتباكات دارت بين عناصر من الإخوان المسلمين والشرطة المصرية. من جهة ثانية، اعتقلت قوات الأمن أنس البلتاجي نجل القيادي البارز في جماعة الإخوان محمد البلتاجي بتهمة التحريض على العنف. من جهة ثانية، أفادت مصادر صحفية مصرية بسقوط 5 قتلى وجرح 6 آخرين من جراء معاكسة شاب فتاة غرب مدينة أيتاي البارود في محافظة البحيرة. ذكرت مصادر أمنية أن شوارع المدينة شهدت اشتباكات بالأسلحة النارية، وقد أحرق أهل الفتاة محال تجارية تعود للشاب المتحرش، وتحولت الشوارع الجانبية في المدينة إلى ساحة حرب حقيقية بين العائلتين. ونبقى في مصر، حيث تبنت جماعة أنصار بيت المقدس المسؤولية عن حادث تفجير خط الغاز الطبيعي في سيناء عبر موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي. مسلحون كانوا قد فجروا أمس خطأ لأنابيب الغاز في منطقة صناعية في شبه جزيرة سيناء. مسؤولون أمنيون أوضحوا أن هذا الخط ينقل الغاز إلى الداخل المصري فقط. وقد أفاد مراسلنا في مصر بحالة الاستنفار أمنية في شمال سيناء عقب تفجير خط الغاز. أكد رئيس بلدية بور عاصمة ولاية جونغلي أن متمردي جنوب السودان الموالين لرياك ماشار يسيطرون على المدينة. وأكد الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب أغير سابقا أن المواجهات الجديدة دارت بين جيش الجنوب جنوب السودان والمتمردين في المدينة. يأتي هذا بعد ساعات على انتهاء محادثات أديس أبابا برعاية دول إيجاد حول وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع. وكان الاتحاد الأفريقي قد هدد بفرض عقوبات على من يعرقل الجهود الدولية الساعية إلى إنهاء القتال المستمر منذ أسبوعين. ومن المقرر أن يتوجه إلى العاصمة الإثيوبية اليوم ممثلون عن رئيس جنوب السودان سيلفا كير ونائبه السابق رياك ماشار في محاولة منهم للاتفاق على وقف نهائي لإطلاق النار. وكانت هيئة الوساطة الأفريقية قد أكدت أن الرئيس سيلفا كير اتفق مع رياك ماشار على وقف للعمليات العسكرية خلال مفاوضات بين وفدي الطرفين في أديس أبابا. وفي السودان، استعاد الجيش السوداني السيطرة على بلدة عرديب الاستراتيجية بولاية جنوب كردوفان. الرئيس السوداني عمر البشير أكد في خطاب له بمناسبة الذكرى 58 لاستقلال السودان، أكد أن استعادة البلدة تعد حسما لآخر بؤر التمرد في المنطقة الشرقية لجنوب كردوفان بأكملها. ونهني قواتنا المسلحة اليوم حينما أكملت نظافة كل المنطقة الشرقية من جنوب كردفان من الخونة والمارقين، ودكت جميع حصونهم وتحصيناتهم ورئاستهم في عرديبة. هذا الجهد ما هو إلا تدعيم وإسهام في عملية السلام.
أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتحسين العلاقات المشتركة بين الكوريتين، داعيا السلطات الكورية الجنوبية للتجاوب مع الشمال. كيم في خطاب ألقاه بمناسبة رأس السنة حذر من اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية، معتبرا أنها ستؤدي إلى كارثة نووية جسيمة. إن هوس واشنطن وسيول بالحرب أدى إلى نشر معدات الحرب النووية في وحول شبه الجزيرة الكورية، ومستمرون في تسعير التدريبات العسكرية تحسبا لحرب نووية ضد الشمال، وهذا يؤدي إلى وضع حرج بحيث أن أي احتكاك عسكري قد يؤدي إلى حرب، وأي حرب تندلع في المنطقة ستؤدي إلى كارثة نووية حقيقية لن تكون الولايات المتحدة بمأمن عنها. على الشعب الكوري عدم السماح بالقيام بمناورات الحرب هذه. ودع العالم عام 2013 كل دولة على طريقتها. الاحتفالات بحلول العام الجديد كانت قد استمرت حتى ساعات الصباح الأولى في معظم دول العالم، ولا سيما في أوروبا التي احتفلت كما في كل عام بألعاب نارية رائعة على وقع إجراءات أمنية مشددة، ولا سيما في فرنسا التي عززت إجراءات الأمن لحماية الاحتفالات خصوصا في جادة الشانزليزي والتريكادارو وشان دو مارس قبلة برج إيفل، فيما تزينت السماء بالمفرقعات النارية. هي لحظة يتجمهر فيها غالبية العالم في المدن والساحات بغية الاحتفال بالعام الجديد كل بحسب طقوسه. ساعة بيج بان في لندن طوت بعقاربها عاما كاملا لتعلن استقبال أولى لحظات العام الجديد. مشاهد الاحتفالات عمت معظم البلدان الغربية كفرنسا وألمانيا وإيطاليا. في روسيا احتفل آلاف الأشخاص بالسنة الجديدة في الساحة الحمراء في موسكو. أتمنى أن لا يصاب أي شخص في هذا العالم بأي مكروه وأن نعيشه كما نحلم. الألعاب النارية أضاءت ليالي دول شرق آسيا، فاستقبلت الصين عام 2014 بعروض منها في هونغ كونغ وبكين وشنغهاي. المشهد نفسه انسحب على اليابان حيث رنت الأجراس ترحيبا بالعام الجديد وأقيمت الصلاة من أجل سنة يملأها الأمل والراحة. إلى أستراليا حيث اصطف نحو 1.5 مليون شخص مقابل ميناء سيدني بعدما ترافقت احتفالاتهم بموسيقى أشعلت حماس المشاركين. أما في العالم العربي فخطفت دبي الأضواء بتنظيمها أضخم حفل حطم الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة جينيس لأكبر عرض ألعاب نارية. من أجمل حاجات شفتها هنا في دبي، يعني هنا بقالي 7 سنين، دي من أفخر حاجات وأجمل حاجات شفتها هنا. المواطنون في معظم بلدان العالم حاولوا أن يعطوا هذه الليلة الكثير من تفاؤلهم علها تمر عليهم باستقرار وأمان. أما في العالم العربي استقبل العام الجديد على وقع تمنيات بعام أفضل بكثير من سلفه الذي حمل الكثير من المآسي لعدد كبير من دوله، ولا سيما سوريا ولبنان ومصر وتونس واليمن والعراق. أما في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة فلم يأتي عام 2013 لأهالي القطاع إلا بالمزيد من سوء الأوضاع على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والإنسانية. عام آخر ينسلخ عن غزة مثقلا بأزمات على كل صعيد. المسار السياسي قد شهد انهيارا حادا في الدعم المصري لحركة حماس، وفي الشأن الداخلي بدت المصالحة مع فتح بعيدة المنال في ظل حرب اتهامات بين الحركتين. كنا نتمنى أن تكون هناك حالة وطنية فلسطينية موحدة تتبنى خط المقاومة الأصيل في الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. عام تقلبات إقليمية ودولية، الوضع المصري وضع صعب، حركة حماس ما زالت محاصرة ومعزولة عن التواصل المباشر مع العالم. 12 شهيدا قضوا نحبهم و75 سقطوا جرحى، وتركة غارقة في مآسي فقر وبطالة وأزمة كهرباء يورثها عام لعام جراء حصار الاحتلال وإغلاق الأنفاق والمعابر. المقبل كما تراه الأمم المتحدة أسوأ مما تعيشه غزة من كوارث في الوقت الحاضر. عدد من يتسلم مواد غذائية من الأونروا سيصل إلى 1 مليون شخص في بداية عام 2014.
البطالة حوالي 40%، القطاع الخاص مدمر تماما، 65% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، ولكن 50% منهم يعيشون في فقر موقع، كل ذلك بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي. فرحتان جاد بهما الزمان على غزة فخفف من قتامة صورة عام 2013، تحرير المزيد من الأسرى وفوز عساف بلقب محبوب العرب، فبات سفيرا للنوايا الحسنة. سنين غزة باتت تحسب على مقياس تفاقم المعاناة أو تخفيفها، وبين عام راحل وعام مقبل يبقى أمل المواطن في المصالحة ورفع الحصار للخروج من الأزمات. لنا شاهين غزة، الميادين. والآن إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميل عبد الله، تفضل. مساء الخير سلمى. مساء النور، تفضل. السلام عليكم. ودع اللاتفيون بألعاب نارية عملتهم الوطنية اللاتس في الدقائق الأولى من العام الجديد ليدخلوا رسميا إلى دول منطقة اليورو. وبعيد منتصف الليل شارك رئيس الوزراء اللاتفي فالديز دومبروفسكيس في مراسم الانتقال، حيث حصل على أول ورقة من فئة 10 يورو مخصصة لبلاده، بينما تدفقت حشود إلى وسط المدينة للمشاركة في الاحتفال. اليورو يجلب الاستقرار والثقة ويجذب الاستثمارات ويوفر أعمالا جيدة ويتيح مصادر ضريبية جيدة أيضا، وأن تكون في ثاني أكبر اتحاد مالي في العالم يتيح لنا شعبية عالمية. ومع لحظات الانتقال الأولى للعام الحالي في أوروبا، خرجت إسبانيا من خطة المساعدة التي منحت لمصارفها قبل عامين، معلنة أنها لن تحتاج إلى خطة اقتراض مكملة. وطوت إسبانيا عامين من القروض المشروطة حصلت خلالها على 41 مليارا و300 مليون يورو، وذلك لإعادة رسملة مصارفها التي انهارت بعد انفجار الفقاعة العقارية وفقدان عشرات المليارات. من إسبانيا إلى إيطاليا، حيث حث البابا فرانسيس مواطني روما على ألا يجعلوا جمال مدينتهم يعمي أبصارهم في العدد المتنامي للمشردين واللاجئين والعاطلين من العمل الذين يعيشون بينهم. كلام البابا جاء خلال إقامة صلاة نهاية العام، حيث ناشد المواطنين مساعدة الفقراء والمشردين البالغ عددهم نحو 8000 متشرد، وهو رقم ارتفع بنسبة 10% خلال السنوات الأخيرة. أمريكيا دخل مشروع التأمين الصحي أوباما كير حيز التنفيذ مع الدقائق الأولى من العام الجديد، وهو برنامج يمنع شركات التأمين من زيادة اشتراك التأمين بسبب سوابق صحية أو رفض تأمين مريض مكلف جدا أو وضع سقف لمبلغ الدفعات السنوية. في المقابل يلزم القانون كل شخص مقيم في الولايات المتحدة سواء كان أمريكيا أو أجنبيا بالحصول على تأمين تحت طائلة غرامة قدرها 95 دولارا هذا العام، لكنها ستصل إلى نحو 700 دولار عام 2016. صادرات العراق النفطية تنخفض مع نهاية العام 2013. الكلام للمتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، الذي كشف أن صادرات بلاده من النفط الخام بلغت نحو 2,341,000,000 برميل يوميا في كانون الأول ديسمبر الماضي، بانخفاض من 2,381,000,000 برميل يوميا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وأشار جهاد إلى أن متوسط سعر البيع بلغ نحو 103 دولارات للبرميل، موفر إيرادات بلغت نحو 7,470,000,000 دولار. إلى الخبر الأخير، تتفاوض شركة دليك الإسرائيلية مع هيئة مكافحة الاحتكار للسماح لها بالتنقيب في حقل الوثيان الغازي من دون تصنيفها كمجموعة احتكارية، حيث ربما تضطر إلى بيع حصتها في حقلين أصغر حجما. ويتوقع أن تتخلى دليك عن حصتها في حقلي تنين وكريش، اللذين تقدر مخزوناتهما ب3,000 مليار قدم مكعبة، وهما أقل بكثير من الاحتياطات في لوثيان البالغة 19,000 مليار قدم مكعبة وتمار البالغة 10,000 مليار قدم مكعب. نشكر لكم حسن المتابعة. عودة لك سلمى. عبد الله، شكرا جزيلا. مدرسة تعليم الموسيقى الوحيدة في أفغانستان تمثل معلما حضاريا بارزا يقصدها الطلاب للعزف على مختلف أنواع الآلات الموسيقية الأفغانية القديمة والحديثة. تقرير يلقي الضوء ضمن تقارير نافذة على أفغانستان.
لا أزيز رصاص ولا أصوات تفجيرات هنا، الموسيقى وحدها تسكن هذه المدرسة. يتعلم هؤلاء الأطفال العزف الموسيقي بصورة انحرافية، يتمرنون على آلات موسيقية أفغانية أصيلة في محاولة منهم للحفاظ عليها ومنعها من الاندثار. يعزف سميع الله سروري على آلة موسيقية قديمة يطلق عليها أفغانيا دلربا، أي ساحرة القلوب. تمرنت سنتين تقريبا على هذه الآلة وشاركت في حفلات موسيقية بالخارج، وكان الاستقبال حارا جدا. منذ 4 سنوات وأنا أتعلم العزف المحلي والغربي في هذه المدرسة ولم أواجه أي مشاكل حتى الآن. لا يقتصر التعليم في هذه المدرسة على الآلات الموسيقية الأفغانية القديمة، فإلى جانب ذلك يحاول القائمون عليها تدريب الطلبة على العزف على آلات موسيقية غربية. نعلم أن دبلوماسية الموسيقى تنجح في استقطاب شريحة واسعة من الناس. هدف إنشاء هذه المدرسة هو التواصل مع العالم الخارجي وإعطاؤه فكرة مغايرة عما اعتاد سماعه عن أفغانستان. مئة وخمسة وسبعون هو عدد تلاميذ هذه المدرسة من البنين والبنات يتدربون على أيدي أساتذة أفغان وأجانب. لدى الأفغان قدرة كبيرة على تعلم جميع أنواع الموسيقى، هم بحاجة فقط لمرشد ودعم كاف لمواصلة هذا النوع من النشاط الثقافي. يدرك هؤلاء الأطفال أن العزف على أوتار الآلات الموسيقية شرقية كانت أم غربية لا يخلو من المخاطر التي قد تهدد حياتهم خارج هذه المدرسة، لكنهم مصممون على مواصلة الدرب. يقول القائمون على هذه المدرسة إن الموسيقى ليست غذاء الروح فقط، هي بالنسبة لأفغانستان الجديدة تلعب دورا مهما في توجيه الجيل الجديد إلى التعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف. محمود واسق، كابول، الميادين. والآن إلى الأخبار الرياضية مع عبد الرحمن عز الدين. إليك عبد الرحمن. شكرا لك سلمى. السلام عليكم. حشرية أحد الصحفيين تدفع عائلة الألماني مايكل شوماخر إلى المطالبة باحترام خصوصية بطل العالم للفورمولا 1 7 مرات. مسؤولو مستشفى غرنوبل الفرنسي ضبطوا أحد الصحفيين متخفيا بملابس راهب وهو يحاول الدخول لالتقاط صورة للسائق السابق في فريق فيراري. سابين كيم المتحدثة باسم شوماخر دعت وسائل الإعلام لعدم التدخل في خصوصية شومي، لم تستبعد إمكانية تقدم العائلة ببلاغ بحق الصحفي. أطباء شوماخر كانوا قد أعلنوا أمس تحسن طفيفا في حالته الصحية، كشفوا أنه خضع لجراحة ثانية استمرت نحو ساعتين، وأكد الأطباء أن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة. محاولة سد الفراغ الذي تركته الفورمولا 1 هو سبب حادث شوماخر. كلام لبطل العالم 4 مرات ألان بروست عازيا السبب إلى أنه لا شيء يثير إفراز الأدرينالين لديهم كسائقين مثل لعبة الفورمولا. ابن 58 عاما أسف للحادث، رأى أنه يتعارض مع صورة شخص قوي وغير قابل للتدمير مثل شومي. بروست توج بطلا للفورمولا 1 أعوام 85 86 89 و93، وكان منافسا لشوماخر عام 92 و93. يختتم اليوم الدور الأول من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بمواجهة نارية ستجمع المنتخب الكويتي ونظيره الأردني. الأزرق الكويتي يملك 3 نقاط بفوزه على لبنان بهدفين، حتى لو خرج خاسرا فسيتأهل إلى نصف النهائي كأفضل فريق حاصل على المركز الثاني في المجموعة 3. من جهته يدخل منتخب الأردن المباراة رافعا شعار الفوز ولا بديل. التعادل سيجعله ينتظر نتيجة القرعة بين منتخبات البحرين والعراق وعمان وعمان المتعادلة بنقطتين في المجموعة الثانية.
أينما حل البرازيلي رونالدينيو يثبت أنه الأفضل. اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم مع برشلونة الإسباني توج هذه المرة بلقب ملك أمريكا اللاتينية لأفضل لاعب في قارتي أمريكا. نجم أتلتيكو مينيرو فاز بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، تفوق بفارق كبير من النقاط على مواطنه نيمار دا سيلفا. نجم برشلونة الإسباني السابقا ونجم برشلونة الإسباني الحالي وسانتوس سابقا ابن 33 توج هذا العام مع مينيرو بلقب كأس ليبرتادوريس، وتأهلوا معه إلى كأس العالم للأندية في المغرب وحصد المركز الثالث خلف بايرن ميونخ الألماني والرجاء المغربي. مجددا يثبت النجم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان أنه كان قادرا على لعب كرة القدم حتى سن 40 وما فوق. صحيفة أسا الإسبانية عرضت فيديو على صفحتها يظهر مساعد المدير الفني لريال مدريد أثناء تعليمه لاعبي الملكي مهارات خاصة في كرة القدم. ابن 41 المعتزل بعد كأس العالم 2006 بدأ بحال بدنية ممتازة تسمح له بالعودة إلى المستطيل الأخضر إذا أراد ذلك. عجلة الدوري الإسباني ستعود إلى الدوران يوم السبت المقبل، وسيلعب الريال يوم الاثنين في ختام المرحلة 18 بمواجهة سيلتا فيغو. نهاية عام 2013 لم تكن سعيدة لمحبي أوكلاهوما سيتي ثاندر. متصدر القسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين سقط أمام بورتلاند تريل بليزرز الثنائي لماركاس ألدريدج وداميان ليلارد أدى الدور الكبير بفوز وصيف مجموعة الشمال الغربي، فسجل الأول 25 نقطة والتقط 14 كرة مرتدة، وأضاف ليلارد 21 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة ليقود بورتلاند إلى الانتصار 25 مقابل 7 هزائم. كيفن دورانت أخرج كل ما في جعبته لقيادة متصدر مجموعة الشمال الغربي إلى الانتصار 26، لكن نقاطه 37 ومتابعته 14 لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة 6. Again, Portland is out of timeouts here. Durant missing Ibaka with the putback. KD from the elbow, no. And the Trailblazers secure the rebound and a foul. ومجددا غاب كوبي براينت فسقط لوس أنجلوس ليكرز أمام ميلوكي باكس في أسوأ موسم له منذ سنوات. براندن نايت قدم واحدة من أفضل مباريات هذا الموسم، سجل 37 نقطة والتقط 8 متابعات قاد بها متذيل مجموعة الوسط إلى الانتصار 7 مقابل 24 هزيمة. عملاق ليكرز باو غازول سجل 25 نقطة ولم تنفع محاولاته في تجنيب صاحب المركز ما قبل الأخير في مجموعة الهادئ، الخسارة 6 تواليا والتاسعة 10 هذا الموسم. ومع الـ NBA نختم أخبار الرياضة ونعود وإياكم إلى سلمى.